طيب بسم الله، الآن في زيارة المتجر هواوي الرسمي في شنغهاي. يقول لك هذا المتجر من أكبر المتاجر الموجودة في الصين تقريبا أو في آسيا كلها. فهذه الآن 360 درجة، يمديكم طبعا تاخذون لفة وتشوفون يعني مثل ما أنا أشوف. هذا هنا البيتن، أجهزة البيتن. هذه هنا إيش؟ سوري. هنا البيتن والبيتن بلس او الميت، اوكي ميتن برو، جميع الالوان موجوده هنا. هذا اللون الاسود والازرق والبني. هنا أجهزة الميت بوك إكس. هنا النوفاتو إس، هذا الجهاز الجديد اللي لسه أعلن عنه قبل كم يوم. واو. يا جماعة اللون السماوي هذا مجرم، رهيب جدا والله. المفروض ان هذه الجلسات الان حقت الصيانة وتعليم، ومثلا لو صار عندك مشكلة مع الدعم الفني تكون هنا. دقيقة، في اجهزة هنا، كيش الاجهزة؟ توقعتها أجهزة ماك بس لا، هنا عرضين برضو مجموعة من الأجهزة. بس على فكرة توقعت ستور يكون أكبر من كذا. هنا الإكسسوارات، السماعات، هذا إيش هذا؟ هذا شاحن السيارة اللي فيه الآن اللي هو تايب سي، وفيه سوبر تشارجنج برضو. هذا الشاحن السريع حقهم، رهيب رهيب مرة. الباور بانك يعطيك شيء بالصيني. هذه الباند حقتهم، السماعات بأنواعها هنا، برضو الكيابل. أوه رهيب، عندهم الكيبل الرسمي حق هواوي تايب سي. اوكي، من المايكرو لليو اس بي سي. هنا الكفرات، ميتن برو، هذا سمارت. اوكي حلو والله. صراحة المفروض يكون عندنا مثل الامور هذه، مثل الاكسسوارات هذه كلها. هنا عارضين لك الراوترات والموديمات حقت هواوي، كل اشكالها مثل ما نشوف. جميل جدا. تقريبا هذا هو ستور الان بشكل كامل. هذا النوفا، اي هذا النوفا الجديد. ايش رايك فيه؟ بس وش رايك يا اخي باللون هذا؟ والله جاز لي اللون، جميل جدا، خفيف الجهاز. شوف السمك بعد، والله جودة التصنيع عندهم ممتازة. صح انه شركتي يعني.
طبعاً هنا فيه الأجهزة اللوحية أنا ما شفتها قبل شوي، هذا الـ M3 الميديا باد M3 M3 برضو كلها M3، هذا الـ 10.1 هذا صراحة هذا الثمانية، وهذا الـ 10.1 هذا الـ 8.0 هنا البورش ديزاين. أيوة كذا. الساعة اللي هي السمارت ووتش كذلك الميت 10. طبعا صراحة أتمنى يكون في مثل هذا المتجر عندنا بكل المناطق العربية. الواتش 2 الواتش 2 برو، اوكي هذه هي الساعة الجديدة. The new one, right? Okay. The last one. طيب تقريبا هذه هي الجولة الآن داخل المتجر. المتجر بسيط صراحة لكن يعني جميل، ويجمع لك كل الاكسسوارات الرسمية والأجهزة بمكان واحد. أتمنى أنه يعني أخذت لفة وأخذت جولة ممتعة مثل ما أنا استمتعت. فعلاً استمتعت بوجود يعني متجر رسمي الهواوي، وإن شاء الله بنحاول نزور متاجر رسمية ثانية للشركات. سلام.